انتم حيين بخير سنين دايمه ويا رب ينعاد علينا المولد بالخير والبركه وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. مولد السنه حبيت نبارطاجي معكم ريسيت عصيدة البوفريوه اللي ناقصه سكر ناقصه حلاوه للجماعه اللي عندهم السكر وجماعه اللي عملوا في ريجيم ينجموا ياكلوا منها من غير ما يخافوا. باهي المكونات بسيطه برشا وباش نسهل لكم الريسيت على الاخر على الاخر. باهي بالنسبه للمكونات باش نستحق 250 غرام بوفريوه باش نحمرها ونعجنها وحدي اتونوريكم لي زيتاب الكل. لهنا باش ناخذ 250 غرام بوفريوه باش نستحق الفارينه وباش نستحق الحليب نسلي سون سكر. هذايا هو الحليب نسلي سون سكر هاكا حليب مركز غير محلى باش نستحق حكه وباش نستحق الماء. بهذم هما المكونات نتاعنا اربع مكونات سهلين مهلين. به توا كيفاش باش نعرفوا نحنا لي بروبورسيون قداش على البوفريوه اللي باش نستعملها قداش نحط ماء قداش نحط فرينه وقداش نحط حليب نسلي. ساهل برشا كميه البوفريوه اللي باش تستعملوها نصها فرينه والتريبل نتاعها ماء والحليب نسلي. كيفاش مثلا انا باش ناخذ 250 غرام بوفريوه باش نحط عليها 125 غرام فرينه و750 مليلتر ما بين حليب نسلي وماء. اذا كان مش باش تستعملوا الحليب نسلي والماء باش تستعملوا الحليب، اما راهو الحليب يخلي لكم اللون نتاع العصيده نتاعكم يجي افتح، اما احنا نحبوها قويه تبدا لونها غامقه ومزيانه. دونك باش نحطوا 750 انا عندي الحكه هذيا فيها 380 مليلتر اللي باش يفضل باش نكمل به ماء. دونك لهنا انا حطيت 380 مليلتر ماء. دونك التوتال نتاعي باش يجي 760 مش مشكل. اذا كان تحبوا حطوا 370 380 تجيكم 750 مليلتر بالضبط. هذيا بالنسبه اللي ما غير سكر جمله. اللي يحب يزيد سكر بالنسبه ليا انا عندي لهنا السكر الاسمر. بالنسبه ليا السكر الاسمر هذا باش نحط مغرفتين هو السكر حسب الذوق. اللي عندهم سكر ينجموا ما يحطوش سكر جمله واحده. اللي يحبوا يزيدوا السكر يحطوا من السكر الاسمر. انا نحكي لهنا على جماعه الريجيم
وجماع اللي كيفي انا يحبوا شويه مطعم السكر وما يحبوش يستعملوا السكر الابيض، دونك تستعملوا سكر اسمر، والا اذا كان باش تحطوا السكر فركتوز بما انه الفركتوز يحلي اكثر دونك نحطوا اقل كميه، اما راهو السكر اختياري، اللي حاب يحط سكر يحط واللي ما يحبش ما يحطش، والكميه على كيف كيفكم. دونك هذا هما المكونات نتاعنا، يلا نبداو الغسيل. بيتويكا هذه البفريوة متاعنا حمرناها مليح، كما تشوفوا اللون متاعها دوغي مزيان، قد ما تتحمر قد ما تقر زيتها أكثر وقد ما تجيكم أبن. أنا باش نرحي البفريوة متاعي بالميكسور هذه مولينيكس مولينات هذي، تقر زيتها بالقدي بالقدي عطاو تشوفوها كيفاش باش تولي لي بات. لازمها تكون دافية شوية باش مش سخونة ومش باردة، مش سخونه باش ما تحرق لكمش الماكينه نتاعكم، ومش بارده باش الشكيكه تولي لكم بات وتجيكم تحفونه برشا. يلا تو باش نرحيو مع بعضنا النوازيت. هوني كيما قاعدين تشوفوا كملت رحيت النوازيت متاعي، كيما تشوفوا القوام متاعها ما زيتها حتى شيء، رحيتها وحدها وجيت ما شاء الله. ولا كيما تشوفوا ما شاء الله، ما حبيتش نزيد نرحيها اكثر، قد ما ترحيوها قد ما تمشي معاكم البفريوة، اكثر واحدة تقر زيتها هي البفريوة، اما انا حبيتها تقعد هكا مش تقعد قوية، ومطعمها بنين برشا في العسيدة. توا اللي تبلي بعدها سهلة برشا، ابقوا معايا. المكونات الكل مع بعضهم في الصحفه وباش نحركوها بالبران ميكسور، ومن بعد السكر باش نحطوه وهي قاعده تي. دونك هوني كل شيء حطيناه مع بعضه، الباد الفرينه الماء والحليب النسلي، وباش نحركو بالبران ميكسور ونحطوها على طنجره تي. كملت حركتهم بالبغا ميكسور كيما تشوفوا، ما قعدتليش حتى كالفوزه فرينه. باش تعطي اكثر قوه النوازيت نجمو تخليوها ترتاح شويه نص ساعه هكاكا في الفريجيدير، او مش البرا ردوا بالكم في الفريجيدير، تزيد تسيبه كالنوازيت القوه نتاعها هي توا ديجا الريحه ما شاء الله تبارك الله، اما كي تزيدوا تخليوها ترتاح تزيد تعطي جو بنين برشا، اما انا طويكه مش باش نخليها ترتاح باش نهزوها ديريكت نطيبوها. Yeah.
جملة واحدة حتى لين تبقبق وطلعك العيون، وقتها نزيد السكر حسب الرغبة. وإذا كان ما تحبوش تحطوا سكر نجموا ما تحطوش سكر جملة. مي لهنا هايكا بديت بقبق، تو باش نزيدها ثلاثه مغارف سكر. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بسم الله بسم الله بسم الله. حابة تزيدك شوية اللوطة باش نجم. اذا كنت تحبوها جيريه تنجموا تزيدوها شويه ماء، راني انا نحبها هكا عصيده عصيده بالفم والملاء. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله اذا كان جربتوها تبعثوا لي لي ميساج نتاعكم كما العاده، وان شاء الله كل عام حيين بالف خير. طيب بالنسبه للكريم باتيسير باش نعمل كريم باتيسير سهله على الاخر اللي هي الحاضره نتاعنا نتاع العاده. باش نحط نص ايتر الحليب تغلي ونحط معاها 4 مغارف سكر بالنسبه للعباد اللي يحبوا السكر، بالنسبه لي انا نحبها من غير سكر والا من غير فسكر خاطر باش ياكلوا معايا موبا. وباش نخلي منها شويه هذيا نص ايتر الحليب باش نحل بها ساشيت الكريمه، من بعد كيف الحليب يغلي نصب الكريمه. هذايا الطرف سافا نخليه باش نحل فيه ساشي الكريمه. اخرجت باش نعملها غير سكر من وحده. مزيانه حطينا مغارفتين سكر في العصير. هي المولد مره في في اي زينه، والا تنحط مغارفه من الشيخه بغا تطولي يكونونها مارون. ميسالش بالعكس احنا عندنا عصير نوازيت وتبدا معنا كريم مارون. نجم تطلع نجم يطلع يا خويا، انا نحب ناكل عصيده بنينه من بلا سكر. هاي باش نحط مغاربتين سكر على خاطرك. خويا حط لنا سكر فانيليا على الاقل زيدي حلينا يا اخي، واحد باش ياكل شويه هو مش برشا. اكل الكريمه ديجا فيها الفاني. هي مش باش يضرب يشدها هو يضربها قد قد سحيفه صغيره على العاده وكهو. بيتاو الحليب نتاعنا بدا يغلي، خليه اللي بقبق يبقبق مي فريمون يغلي بالكدا ديريكت. نتوما تصبوا الكريمه وهو وهي تتلم. يا قلت لهم راك حطيت سكر اسمع. اي اي ما انا قلنا قدام قلت احنا حاطين مغارفتين. لا ما حطيتش الفاني، ما حبيتش نحط، كنت باش نحط فاني ليكيد من بعد قلت لي خلي ديجا هي هكا باش تعمل ديغراداسيون دو كولور. ما شاء الله نجمو زادا البنات تعملو كريمة البوفري وراهو تمشي بالكدا مع عصيدة البوفري. وفرح نبي صلوا
ميسيرش ما خاطر البوفري وكون كاسي نتاعي عجبتكم. بوم ما ظهرت لها اللي هي عقده شويه، اما انا نحبها هكيكه، ما نحبهاش تبدا جيري وما نحبهاش كيما الدانيت، نحبها عصيده عصيده في حقها. دونك هذه هي عصيدتنا لليوم، عصيده النوازيت باقل السكر. ذقنا منها وياسر ياسر بنينه، ما فيهاش مطعم السكر جمله واحده. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. نحب نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دائمه، ونبوسكم برشا.